إنجاز مهم حققه البطل المصري عمر العوضي، لاعب منتخب مصر للملاكمة اللي تأهل لأولمبياد باريس 2024 بعد ما حصد ذهبية بطولة أفريقيا في الملاكمة والمؤهلة للأولمبياد. الحمد لله عندنا نماذج كتيرة جدا وعندنا ناس كتيرة شرفونا في هذه البطولة وتأهلوا بالفعل. دلوقتي هنروح نشوف رحلة عمر العوضي في الصعود للنهائي القاري والحصول على ذهبية بطولة أفريقيا المؤهلة للأولمبياد. البطل المصري عمر العوضي لاعب المنتخب الوطني للملاكمة حصد ذهبية التصفيات الإفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة السنغالية داكار، وذلك بعد فوزه على الكونغولي مايبيا ستيف كولونجيا بنتيجة 3-1 في منافسات وزن تحت 71 كيلوغرام. عمر العوضي هو ثاني اللاعبين المصريين الذين تأهلوا لدورة الألعاب الأولمبية بعد يمنى عياد التي صعدت بعد فوزها بفضية منافسات وزن تحت 54 كيلوغرام. وكان عمر العوضي قد صعد للنهائي القاري بعد تفوقه على باروس ميغيل فرنانديز لاعب منتخب الرأس الأخضر. محافظة بورسعيد كرمت اللاعب عمر العوضي وذلك باعتباره أحد أبناء المحافظة ولاعب المنتخب الوطني للملاكمة بعدما حصد الميدالية الذهبية ببطولة إفريقيا، وذلك ضمن دعم المحافظة الكامل للرياضيين المتفوقين في كافة الأنشطة الرياضية.